خلصنا المرة اللي فاتت الديد والايه واللايف، فان شاء الله النهارده نحاول نخلص الويند والايه والزلازل. الموضوع بسيط خالص ان شاء الله يعني. وبعدين احنا المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نصمم الأعمدة، النهارده هناخد ايه تصميم الايه الوولز ونعمل تشيك على الدريفت وكده. فاحنا هنروح طبعا لازم نفتح المسألة تاني، طالما ان انا هكمل فلازم افتح المسألة، لان انا دلوقتي كل القوائم كلها ايه مقفولة، فانا مش هقدر اعمل حاجة. فانا عشان اكمل هفتح المسألة من القفل. فطبعا لما بيفتح المسألة اي نتائج عنده بقى لازم ايه هيلغيها، ما عادش هيبقى فيه ايه ريزلتس وكده، كل النتائج اتشالت وبيفضل ايه بيفضل مكان ومستنيني بقى ان انا اغير واعمل ران ايه واعمل ران تاني وكده. فانا بقول له اوكي، وبعدين اروح للديفاين للستاتيك لود كيسز. ستاتيك لود كيسز طبعا كان عندي كام لود كيس، اتنين اللي هما الايه الديد والايه واللايف. النهارده بقى هنزود الايه الويند والارثكويك. فانا نشرح طبعا الموضوع محتاج شرح. فاحنا عندنا الايه المفروض النهارده المفروض في ويند وفي ارثكويكس. طبعا خلي بالنا ان الاثنين مش هينفع يتاخدوا مع بعض، يعني مفيش في الكود امكانيه ان انا اعمل حاله تحميل فيها زلازل وفيها ايه رياح. لازم اعمل الزلازل لوحدها والرياح لوحدها وبعدين الايه اصمم على الاثنين والحديد الاكتر اللي يطلع ايه ناخده معانا في الحساب وكده يعني. لكن مفيش حاله تحميل هتلاقي فيها ويند وفيها ايه وفيها زلازل وكده. طبعا احنا هنرمز للويند بالرمز W اللي هو اول حرف، وهنرمز للزلازل بالحرف E. لكن في الكود المصري، في الكود المصري بس عشان ما يحصلش لخبطة، هتلاقي هو مسمي الزلزال ايه مسميه حرف S، يعني عطيله حرف S، ممكن من سيزميك يعني من زلزال وكده. انما في الكودز الاخرى هتلاقي حرف الاي يمثل الايه اللي هو الحرف الاولاني في ايه في ارثكويك وكده. فسيان انا مش فارقه معايا ايه سمي اي اسم، لو انت عاوز تغير الاسم غيره وكده يعني. بالنسبه للويند، لو انا عندي مثلا مبنى فانا مش عارف اتجاه الويند هيجي ازاي، هياثر ازاي على المبنى يعني. يعني لو عندي مثلا محور اكس افقي مثلا ومحور واي راسي، مش لازم الويند يجي في اتجاه اكس واتجاه واي، ما اعرفش يجي في اي اتجاه. فعندي 360 درجه، فانا ما اقدرش افرض على الويند اقول له والله المبنى الاكس بتاعه فين والواي فين، واقول للويند ايه امشي مع الاكس وبعدين اقلب غير تعالى مع الواي، وبعدين انا احل المساله مرتين، مره اكس ومره واي واخد الاكبر. لا، ما انا ما اعرفش. فلذلك الصح ان انا اخد الويند مع اجرب ال 360 درجه، يعني كل مره اغير الاتجاه واحل المساله، اغير الاتجاه واحل المساله، لان انا ما اعرفش انه زاويه هيجي بها الويند هتبقى كريتيكال على الايه على عمود او على حائط. لكن احنا طبعا هيبقى صعب ان احنا نقوم بالمهمه ديت. مين اللي هيقعد يعمل مثلا 360 حاله تحميل في كل مره بيغير الدرجه بتاعت الويند او الزاويه بمقدار درجه مثلا، يعني يقول ايه الويند مع الزاويه بتساوي 1 درجة، وبعدين يعمل حالة تحميل الدرجة 2 درجة 3، عملية مستحيلة. فطبعا معظم الناس بتعمل ايه؟ بتمشي مع اكس وبتمشي مع ايه؟ وبتمشي مع واي. لكن طبعا يعني في ناس ساعات بتعمل ايه؟ بتغير الاتجاه، يعني تاخد الأول الزاوية بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. تاخد الزاوية بصفر، يبقى معناها إن في اكس وفي ايه؟ وفي واي. لما تلاقي الزاوية بصفر يبقى معناها إن الويند في اكس. طب لو الزاوية ب 90؟ لو الزاوية بقت ب 90 يبقى معناها ان انا واخد الويند في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. هو بقى بين الصفر وال90 قال لك طب ما انا ما اعرفش، طب ما انا اقسمها، بس مش هينفع اقسم كل درجه. يبقى عندي 90 حاله تحميل مثلا وبعدين اعكسهم عشان اجيب الاتجاهات العكسيه، لان الويند بيغير، يبقى جاي من الشرق للغرب وممكن يجي من الغرب للشرق او من الشمال للجنوب من جنوب الشمال. فانا اعمل مثلا 90 حاله تحميل وارجع اعمل زيهم 90 تانيين، بس اضرب في اشاره سالبه، يعني النتائج اللي تطلع اضربها في اشاره سالبه، فعمليه صعبه. فقالوا ايه؟ قالوا ان احنا ممكن نعمل كل 15 درجه، ممكن نعمل كل ايه؟ كل 15 درجه.
فيبقى عندي 0 وعندي 15 وعندي 30 وعندي 45 وانا ماشي لغايه كام؟ لغايه 90. في ناس بتعمل كده، وفي ناس زي حالتنا هتبسط الامور ويقول لا انا عندي ايه؟ هعمل حالتين بس، هاخد مره الويند في اتجاه الاكس، دبليو في اتجاه الاكس. طبعا الويند بيغير الايه؟ بيغير الاتجاه، ممكن يبقى جاي من الشمال لليمين فيعكس نفسه يبقى من الايه اليمين للشمال، فهضطر اقول ايه زائد او ايه او ناقص، زائد او ناقص. طب انا هعمل ايه؟ هعمل حاله واحده منهم اللي هي الزائد. طب والناقص؟ الناقص دي بقى اخدها في الايه؟ في اللود كومبينيشنز، وانا بعمل ايه الحالات بتاعه التحميل، اعمل واحده بالزائد يبقى هي زي اللي انا مدخلها، واللي بالناقص تبقى ايه؟ هيضرب النتائج كلها في اشاره سالبه، فكانه عكس الايه؟ الاتجاه. يبقى هنا لما انا هاخد الويند في اتجاه اكس يبقى الزاويه عندي بكام؟ يبقى الزاويه بصفر. يبقى احط الزاويه بصفر. يبقى انا اذا حطيت الزاويه بصفر للايتابس هو بيفهم ان الويند فين؟ في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. وارجع اعمل حاله تحميل ثانيه اخد فيها الزاويه بكام؟ اخد فيها الزاويه ب 90 درجه. اخد الزاويه ب 90 درجه. يبقى البرنامج هيفهم ان الويند في اتجاه واي، بس انا عارف ان الويند برضه بيغير الايه؟ بيغير الاتجاه، فهاجي قدام ال WY واعمل زائد او ايه؟ زائد او ناقص، اعمل زائد او ناقص. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده هيتم ازاي. فانا هاجي هنا، يبقى انا دلوقتي خدت قرار ان انا هعمل كام حاله بالنسبه للويند؟ اثنين، اللي هم WX و WY، لكن هم المفروض يبقوا ايه؟ زائد WX وناقص WX، وزائد WY وناقص WY، المفروض يبقوا كام؟ يبقى الحد الادنى كام؟ أربعة، لكن أنا هعمل اثنين وأنفذهم والنتائج بتاعتهم اللي تطلع أرجع أضربها في إشارة إيه؟ سالبة، يبقى جبت الإيه؟ جبت الأربعة. فأنا طبعًا هاجي أقف فوق كده عند حرف الديد، هاجي على حرف الديد وأكتب WX. أنا وقفت على الحرف اللي فوق وغيرته لـ WX، وبعدين إيه؟ أجي هنا أختار إيه؟ أختار ويند. يبقى WX دوت ويند. طيب السيلف ويت خلاص الاون ويت ده اتاخد مع حاله مين؟ الديد، وكله فحطيت واحد يعني 100%، فخلاص ما عادش ينفع احط اي حاجه من الديد مع حد تاني، فهسيب السيلف ويت بكام؟ بصفر، سيلف ويت مالتي بلاير. لكن هنا في حاجه بقى جديده لازم ايه؟ لازم احددها. الاحمال بتاعت الويند بتدخل اوتوماتيك، يعني انا ما بحسبش انا احمال الويند ولا بوزعها على الاسقف، لا ده البرنامج اللي بيقوم بالكلام دوت، بس هو عشان يقوم بالكلام ده لازم احدد له الكود اللي انا هحسب منه الاحمال بتاعت الويند، لازم احدد الايه؟ الكود، لازم اختار الكود. فانا هاجي بقى في الاخر كده وكاني بقول له ايه؟ شوف مكتوب فوق بقول اوتو لاترال لود. اوتو يعني ايه؟ يعني اوتوماتيك، يعني لو انت عاوز الاحمال تدخل البرنامج هو اللي يحسبها ويحطها عند الاسقف، يبقى اوتو يعني عن طريق البرنامج. لاترال لان الاحمال بتاعت الويند بتبقى احمال ايه؟ عرضيه افقيه. فهو هنا جاب لي بقى كل الكودات اللي عنده اللي ممكن عن طريقها احسب او هو يحسب مين؟ الاحمال بتاعت الويند. طبعا من الكودات المشهوره في الموضوع دوت اللي هو الكود اللي هو الاي اس سي اي، ده من الكودات المعتمده بالنسبه لاحمال الايه؟ الرياح. طبعا الاختصار American Society for Civil Engineers، ده اختصار الـ ASCE، American Society for Civil Engineers. فدي الهيئة دي اشتغلت في موضوع الأحمال وعملت specifications، عملت زي مواصفات، عملت شابتر للويند، شابتر للزلازل، شابتر للديد، لللايف، يعني عملت في الآخر مواصفات، والناس وجدوا ان موضوع الويند عندهم معمول كويس، فبدات الناس ايه؟ يقولوا ايه؟ لو انت عاوز تحسب الويند كويس فاشتغل على الاي اس سي اي في شابتر الويند. لكن في الزلازل راحوا خدوه من ايه؟ من مكان تاني. وهكذا انا عندي حاجات كتير، يعني عندي برضو الكود الانجليزي اللي هو البي اس 6399 لسنه مثلا 95. احنا من لما كنا بنشتغل في الديزاين اخترنا البي اس 810، فالكود الانجليزي اصلا البريتش ستاندرد اجزاء، في جزء للتصميم اللي هو 810،
في جزء مثلا للاحمال وليكن الويند مثلا اللي هو ايه البي اس 6 3 9 9 ده بيجي منه احمال، مفيش فيه تصميم، التصميم كان 810. في مثلا اليو بي سي، اليو بي سي كان فيه 94 وبعدين اتعدل بقى 7 وايه بقى 97 وهكذا. يعني عندك لسته كبيره من الكودز اللي انت ممكن تحسب عن طريقها الايه الويند والزلازل، فانت حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه. لو انت بتشتغل في مكان هتلاقيه كاتب لك كده في الكود عندهم ان احمال الرياح طبقا للاي اس سي رقم كذا لسنه كذا، او طبقا لليو بي سي، او طبقا للبي اس، فانت لازم تلتزم بالمكان اللي انت بتشتغل فيه. والله بقى المكان اللي انت بتشتغل فيه مش موجود هنا، دور على اقرب حاجه ايه، اقرب حاجه ايه ليك. فانا دلوقتي مش فارق معايا، مش فارق معايا الاختيار، اي اختيار دلوقتي يمشي معايا، لان في النهايه انا لما بدخل على اي واحد، لما بدخل على اي واحد لازم هيسالني اسئله واجاوب على الاسئله. فكان المفروض لو انا اخترت اليو بي سي مثلا، طبعا احنا هنختار اليو بي سي اي 97 لان طبعا ال 94 ده قديم وتعدل بمين ب 97، لكن هم سايبين 94 على اساس يمكن حد لسه شغال بالايه بالقديم وكده يعني. فاحنا اخترنا اليو بي سي 97، فلازم اروح اجيب الكود اللي هو اليو بي سي 97 وادخل على الشابتر بتاع الويند وافهمه كويس عشان لما يسالني دلوقتي اسئله اعرف اجاوب على الايه، اعرف اجاوب على الاسئله، لان هتسال اسئله لازم اجاوب عليها. طبعا انا هنا بقى هقول له اد ايه، اد نيو، بقدرش اقول له بقى ايه موديفاي، لا اد نيو عشان يضيف لي حاله ايه، حاله جديده اللي هي ايه اللي هي الدبليو اكس. طيب كان المفروض اعمل ايه كمان دلوقتي، اعمل واحده تانية اسمها دبليو ايه، اطلع هنا واغير الدبليو اكس اخليها دبليو واي واختار كلمه ويند والسيلف ملتي بلاير برده بزيرو واختار نفس الكود اللي هو اليو بي سي واقول له اد، يبقى عندي الدبليو اكس والدبليو واي. لكن طبعا عشان الوقت وما نضيعش وقت والاثنين شبه بعض، فاحنا هنكتفي بالايه، هنكتفي بالدبليو اكس عشان بس الوقت. طيب نيجي بقى للايه، للزلازل. نيجي للزلازل، الوضع في الزلازل كبير شويه يعني اطول شويه. بالنسبه للزلازل في الزلزال برضو نفس القصة، ما انا ما اعرفش الزلزال هيجي في انهي اتجاه، مش 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 هعمل معاه عقد واقول له المبنى امشي مع اكس وامشي مع واي. الزلزال في النهاية له ثلاث مركبات، مركبة في الاكس ومركبة في الواي ومركبة في الزد. طبعا ممكن المبنى يبقى ايه يتحرك في الاتجاه الايه الرأسي، واكثر اجزاء بتتاثر لما بيكون في مركبه للزلزال في اتجاه راسي البروز اللي هو البلكونات او الجزء البارز من المبنى، هو اكثر جزء بيتاثر مع الايه مع المركبه الراسيه للزلزال. لكن انا برضو عشان ما صعبش على نفسي هاخد اكس مع اكس وواي مع واي وزد مع ايه وزد مع زد. فاحنا في الغالب بنركز على المركبات الافقيه اللي هي اكس وايه وواي، وفي الغالب يعني احيان كتير ما بناخدش المركبه الرئيسيه الا اذا الكود نص على كده يعني. فغالبا هنشتغل على الايه على الاكس وهنشتغل على الايه وهنشتغل على الواي، لكن عاوزين ندخل المركبه الثالثه ايه مفيش مشكله، لان هما بيقولوا ايه ان في الزلزال الموجه بتاعت الزلزال بتبقى معقده شويه، يعني ممكن الرياح يجي في اكس بس ويرجع يغير اتجاهه يجي في واي بس، لكن الزلزال لا، ممكن تلاقي الثلاث مركبات موجودين في نفس الايه في نفس التوقيت، يعني المبنى بيتهز في اكس وواي وزد في نفس اللحظه. ولذلك في حاجه هتلاقيها موجوده في الكود اسمها الايه الاورثوجونال افكت، ان يبقى التاثير المتعامد، يعني انك تدخل الثلاث مركبات في نفس الوقت، يعني مش تاخد اكس لوحدها وبعدين تاخد واي لوحدها وبعدين تاخد زد لوحدها، لا تاخد الثلاثه ايه الثلاثه مع بعض، وده هنبقى ايه نتكلم عليه وكده. يعني المسمى بتاعه في الكود اورثوجونال ايه افكت، تاثير ايه متعامد يعني. طيب انا بقى عندي ايه المشكله بالنسبه للزلزال، ليه بقول الزلزال اصعب شويه او اكتر شويه؟ لو انا عندي زلزال هتخيل ان انا جيت على المركبه بتاعت اكس، فانا عندي قوه ده سي ده السنتر اوف ماس، ده مركز الكتله، ده مركز الايه الكتله بتاع الايه السقف. فانا بقول ان القوه بتاعت الزلزال بتاثر فين، في المركز بتاع الايه الكتله.
بس رجعوا قالوا لا ده صعب شويه، ده كلام نظري ممكن ما يتحققش، ممكن يبقى فيه مينيمم اكسنتريستي، ممكن القوه تترحل عن المركز شويه ما تاثرش فين في المركز. فقالوا يبقى هناخد ما بين الـ القوه بتاعت الزلزال اللي هي في اتجاه اكس والسنتر اوف ماس ترحيل، طبعا لو القوه افقيه يبقى الترحيل ايه راسي اسمه اي واي، يبقى الترحيل راسي اي واي. بس قال لك الترحيل الراسي دوت ممكن القوه تترحل لتحت وممكن القوه تترحل لايه لفوق. فلو انا ترحلت زي ما انا عامل كده يبقى الترحيل ده موجب. ليه؟ لانه في اتجاه الايه الموجب بتاع الواي. طب ما قال لي لا، طب ما هو ممكن الايه ممكن ده يبقى المساله وده يبقى السنتر بتاع الكتله والقوه تبقى مترحله لفوق، يبقى عندي الاكسنتريستي في الحاله ديت اي واي ولكن بالسالب. دول بقى ما يغنوش عن بعض، دول ما يغنوش عن ايه عن بعض، لازم الحالتين دول يدخلوا، بس مره يبقى الاكسنتريستي لفوق مره الاكسنتريستي الايه لتحت. يبقى دول كام حاله؟ كام حاله دول؟ اتنين. وزيهم ايه بالسالب، زيهم بالسالب، يبقى دي زي دي بالظبط بس بالسالب، القوه هي اللي اتجاهها ايه اتغير، ودي برضو هيبقى زيها برضو ايه بس بالسالب. يبقى هنا ناقص وهنا ناقص وهنا زائد القوه وهنا زائد الايه القوه، يبقى مره القوه بالزائد بس الاكسنتريستي مره لفوق ومره لتحت، ومره القوه بالناقص والاكسنتريستي لفوق ولتحت. يبقى دول كام حاله؟ اربعه. مع مين؟ اربعه مع حاله الاكس، اربعه في الاكس ايه في الاكس دايركشن. لكن انا اقدر اعمل منهم كام على الايتابس؟ هعمل اتنين اللي هم على الشمال، هعمل دول في الايتابس. طب والاتنين التانيين اجيبهم ازاي؟ ان انا اعمل حاله التحميل بالايه مره بالزائد ومره بالايه. كان ممكن دلوقتي الغي الاتنين دول كده اشيلهم خالص، وبدل ما انا كاتب هنا زائد اكتب زائد او ناقص، واكتب هنا ايه زائد او ناقص. لكن التوتال دلوقتي كام؟ اربع حالات في المره الواحده، في اربعه. طيب ارجع اغير الاتجاه بتاع مين؟ اتجاه الايه الواي. فمره في الواي لو ده السنتر اوف ماس هلاقي القوه بتاثر مترحله هنا بقى ايه مترحله اي اكس، والقوه هنا اسمها اي واي، والقوه دي برضو المفروض ترجع تغير ايه اتجاهها، تبقى زائد او ايه او ناقص. وارجع اخد مره ثانيه نفس المساله بس هرحل القوه الناحيه الثانيه، يبقى الاي اكس اتبدل، بدل ما كان مره بالزائد اصبح الاي اكس مره بالايه بالناقص، والقوه تبقى زائد او ناقص ايه اي واي. يبقى دول كام حاله؟ برضو اربع حالات، بس فين؟ في الواي ايه في الواي دايركشن. يبقى كم مره محتاج ااثر ب 8 مرات؟ 8 ايه 8 مرات. يبقى في اللود كيسز هقول ايه اي اكس اي اكس مع بوزيتيف اي واي واي اكس مع نيجاتيف اي واي، ادي اتنين، وبعدين ناقص اي اكس مع بوزيتيف اي واي وناقص اي اكس مع نيجاتيف، ادي اربعه، وبعدين اربعه مع ايه. فكان المفروض في لما اروح للايتابس يبقى فيه هنا كام سطر للزلزال؟ 8 سطور. 8 ايه سطور. وبعدين قلت اربعه شبه اربعه بس الاشاره ايه مختلفه، فهخليهم كام؟ اربعه. طيب واحنا برضو عشان الوقت هناخد ايه هناخد واحده بس، واللي يعمل واحده يعمل الايه يعمل التلاتة ايه التلاتة الباقيين. فانا هاجي فوق هقف على الدبليو اكس واقوم قايل ايه اي اكس اي اكس اي اكس، وممكن اسميها اي واحد اكس عشان اميز، او ممكن اقول اي اكس مثلا بوزيتيف مثلا او بوزيتيف كده اي واي، يعني ايه سميها باي مسمى. يعني ممكن اقول ايه ممكن بلاش كده اقول مثلا اي اكس واحد، وابقى عارف ان الاي اكس واحد ديت اللي هي مين في اتجاه اكس بوزيتيف والاكسنتريستي بوزيتيف، وارجع اعمل اي اكس ايه اتنين، ويبقى في اتنين زيهم بالسالب، واعمل اي واي واحد واي ايه واي اتنين. وممكن ما اقولش اكس واي، اقول اي واحد اي اتنين اي تلاته اي اربعه، وابقى عارف كل واحده ايه معناها ايه وكده. فانا هاخد مثلا اي اكس واحد
طبعا هروح هنا على المسمى واغير بقى، ما ينفعش اسيب كلمه اي ويند، اختار ايه بقى هنا؟ اختار كويك. كويك يعني ايه؟ يعني زلزال. وبرضه السيلف ويت مالتي بلاير بكام؟ بزيرو. واجي هنا اختار مين؟ لازم اختار الكود. ليه؟ عشان البرنامج هو اللي يحسب الاحمال ويعوض في المعادلات ويوزع الاحمال عند الايه؟ عند الادوار، ويقوم ياثر بالقوه بتاعت الزلزال في السنتر بتاع الماس. لا، مترحله من السنتر بتاع الماس المسافه اللي هي الايه؟ اللي هي الاكسنتريستي، سواء كانت اي اكس او الاي واي. فانا سي مثلا اروح برضو واختار ايه؟ اي حاجه بقى زي ما قلت لك، مش فارقه. سي هختار اليو بي سي مثلا 97، وبعدين اقول اد ايه؟ اد نيو. طبعا انا هنا دلوقتي عندي كام؟ 1 2 3 4، دول كان المفروض يبقوا كام لو انا بحل المساله كامله؟ المفروض يبقوا كام؟ ديد ولايف، صح؟ وكام للويند؟ 2، صح؟ يبقى 4. وكام للزلازل؟ 4، يبقى كام؟ يبقوا 8. 8، لكن الويند له 2 باقيين هيجوا باشاره ايه؟ سالبه، والزلزال له 4 باقيين هيجوا باشاره ايه؟ سالبه. هنشوف دلوقتي ازاي نجيب الاشاره السالبه. خلاص كده انا دخلت الاحمال، بس انا دلوقتي لازم ادخل هنا جوه الكود عشان اجاوب على اسئله، لان في اسئله هو مجاوب عليها بس ممكن الاجوبه بتاعته مش ماشيه مع المنطقه اللي انا عايش فيها. فلازم ادخل بقى في كل واحده من دول. هدخل على بتاعه الرياح والاقيه كاتب لي هنا ايه بقى على اليمين؟ كاتب ايه؟ بيقول لي موديفاي. موديفاي ايه؟ اللاترال لود، يعني خش عدل الارقام بتاعه الاحمال الايه؟ الجانبيه. لكن قبل الديد وقبل اللايف مش هيديني الامكانيه ديت. ليه؟ يعني انا لو وقفت على الديد كده هلاقي اللي هو موديفاي مطفيه. ليه؟ ملهاش معنى، ملهاش فايده، مش هستفيد منها حاجه، فمش هتشتغل غير مع الايه؟ مع الافقي، مع الزلزال ومع الرياح. فانا هدخل اقول ايه؟ موديفاي الايه؟ اللاترال لود. فانا دخلت فلقيت عنوان فوق بيقول ايه؟ يو بي سي 97 ويند لودنج. كانه البرنامج دلوقتي هيحسب الاحمال بتاعه الرياح من الكود اللي اسمه اليو بي سي كام؟ 97. فطبعا في اسئله، فلازم عشان اجاوب على الاسئله ارجع بقى للكود وشوف كل سؤال في الكود بيقول ايه، معناه ايه. فتعال نشوف الاسئله. اول سؤال بيقول ايه؟ اول سؤال بيقول ايه؟ انت هتاثر بالويند من خلال الديافرامز. مش احنا عاملين ديافرام اللي هو اعتبرنا البلاطه بتاعت السقف لوح افقي ريجيد، فبيقول لي انت هتاثر بالويند على الديافرام ولا تعمل اريا راسيه كده في الاليفيجن في مواجهه المبنى وتاثر انت بالاحمال بتاعت الويند عليها. لا، طب ما هو يحسب هو ويحط القوه فين؟ على الايه؟ على الديافرام. فانا هسيب الايه؟ الجواب الاولاني مظبوط، ان انا بقول له انا هاثر بالويند من خلال الايه؟ الريجيد ديافرامز. طبعا انت لو مش عامل ديافرامز يبقى الامر ده مش ايه؟ مش هيشتغل. فعشان الامر ده يشتغل لازم اكون انا ايه؟ مسمي كل سقف ايه؟ ديافرام وكده. طيب تعال بقى نشوف الويند موقفه ايه؟ ايه الاسئله بتاعت الويند؟ ده انا المفروض برضو اكون مذاكر ويند، يعني اجيب كتب واقرا عن الويند واشوف ايه موضوع الويند، يعني مش مجرد ان انا هحفظك الاجابه على الاسئله وخلاص. لا، يعني انا لو يعني سريعا كده، لو احنا عاوزين يعني ناخد فكره سريعه عن الويند، هو في النهايه خالص انا عندي سي مبنى بالشكل دوت، وبعدين في الهواء جاي كده الويند بيضرب في المبنى كده، فبيضرب في المواجهه بتاعه المبنى، ففي بريشر، يعني في الاخر في ويند بريشر. في ويند ايه؟ في ويند بريشر. في ويند بريشر. الويند بريشر دوت انا عاوز احسبه، عاوز احسب الويند بريشر، وفي الاخر خالص هاجي اعمل ايه؟ اوزع. عندي اسقف طبعا، في كل شويه في سقف، في سقف، فابدا ادي لكل سقف نصيبه. فبقول والله السقف دوت، السقف ده هياخد جزء، هركز عليه الويند، هركز عليه الويند. طيب السقف ده هشيل منين لفين؟ هشيل من نص الدور، نص الدور لنص الدور. طب انا عاوز احول البريشر لقوه، والقوه دي هاثر بيها، هتزق الديافرام، فلما الديافرام يتزق بالقوه بتاعت الويند هيقوم يحرك مين؟ الاعمده وشير وولز ويعمل مومنت ونورمال وشير. فانا عاوز اجيب القوه، القوه اللي تخص الدور اجيبها ازاي؟
اضرب البريشر في ايه؟ في اريا، اضرب البريشر في اريا. انا عندي الويند بريشر هيديني القانون دلوقتي، الكود او الناس اللي اشتغلوا في الموضوع ده عندهم قوانين بيحسب منها الويند بريشر. طيب اضربه في اريا، فين الاريا؟ الاريا هيبقى عباره عن الايه، نصيب الدور هيبقى من نص الدور لنص الدور، ده كده الاريا اللي تخص الدور دوت. هضرب البريشر في الاريا، يبقى هضرب في ارتفاع دور. طب والعرض اللي هو عرض مين؟ عرض الديافرام، عرض الديافرام. البرنامج عنده الديافرام فيقدر يجيب ابعد نقطه، نقطه يمين وابعد نقطه شمال، يقوم يجيب الايه، الحدود بتاعت الديافرام فيجيب البعد الافقي. وعنده الراسي يضرب البريشر في الاريا فيحوله الفورس، الفورس دي ياثر بيها على مين؟ يحرك بيها ايه؟ الديافرام. واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وكده يعني. طيب كده ايه سهل ان انا عشان اجيب الويند فورس، عشان اجيب الويند فورس يبقى تساوي الويند بريشر مضروب في مين؟ في الاريا. فانا عندي الاريا محتاج مين؟ محتاج الويند بريشر، محتاج الويند ايه بريشر. طيب الويند بريشر ده اجيبه ازاي؟ عندي هواء او ميه او سائل بيتحرك فماشي بسرعه، فلما هيقابله شيء ثابت هيضغط، هيضرب فيه فبيعمل ايه؟ بيعمل بريشر. وهو واحد بيجري، واحد بيجري، وهو بيجري مفيش مشكله، لكن لو هو بيجري وقابله حائط طبعا هيحصل ايه؟ هيصطدم بالحائط. فلما بيصطدم بالحائط فكانه عمل بريشر على مين؟ على الحائط. فهي نفس الفكره، فانا عندي هواء بيجري مفيش مشكله، لو الدنيا مفتوحة مفيش مشاكل، أول ما تحط حاجز للهواء زي مبنى هيقوم الحاجز إيه؟ يصد الإيه؟ الهواء، فالهواء يعمل بريشر على الإيه؟ على المبنى. لكن المشكلة أنا عارف مثلا إيه؟ زمان كانت طاقة الحركة كنا بنحسبها إزاي؟ لو واحد بيتحرك كده بيجري له سرعة فكنا بنحسب، وله كتلة فبنحسب طاقة الحركة إزاي؟ نص كاف عين إيه؟ نص كاف عين تربيع، نص كاف عين تربيع. هي نفس الفكره بالنسبه للويند برضو، هنقول نص الكثافه في سرعه الايه الويند ايه تربيع. طب سرعه الويند دي هي المشكله في سرعه الويند؟ المشكله انا عارف كثافه الهواء، وكثافه الهواء صغيره حاجه بسيطه قوي يعني، لكن المشكله عندي في سرعه مين؟ في سرعه الايه الرياح. فانا محتاج سرعه الرياح عشان اقول نص الرو اللي هي الكثافه او الكتله في السرعه تربيع. انا ده لو انا جيت ارسم السرعه بتاعه الرياح، طبعا عشان يقيسوا سرعه الرياح بييجوا يركبوا جهاز على ارتفاع 10 متر من الارض، ما بيحطش الجهاز على الارض كده حاجه تداري عليه، لا ده بيرفع الجهاز ل 10 متر عشان يضمن ان لو في شجر، لو في بيوت، لو في عوائق ما تعوقش الهواء، والجهاز يقدر ايه يقيس السرعه مظبوط. فبيقيسها على ارتفاع 10 متر، بتكون حاطط حاجه زي مروحه كده، والهواء وهو ماشي بيلف الايه، بيلف المروحه بتاعه الجهاز، فيقوم الجهاز يسجل الايه، يسجل السرعه. بس بيسجل السرعه مع مين؟ يبقى انا بقيس السرعه مع الوقت، فبقول يو اوف تي. لو انا اعتبرت اليو دي هي السرعه مع الوقت، لان طبعا السرعه بتاعت الرياح مش ثابته، بتتغير مع الايه، مع الوقت. فطبعا لما تيجي تبص تلاقي ايه الجهاز مطلع لك حاجه بالشكل ده، حاجه راندم كده زي الزلزال بالظبط. تحس ان الرياح والزلازل في بينهم شبه، ان الاثنين راندم يعني ايه، حاجه عشوائيه، والاثنين في نفس الوقت بيعتمدوا على الايه، على الوقت، يعني بيتغيروا مع الوقت. طيب انا فين السرعه؟ فين السرعة؟ أنا مش شايف حاجة، أنا شايف كده واحد ماسك قلم وعمال يشخبط، فين السرعة؟ فهم في الآخر قاموا جايين إيه، واخدين الأفريج كده، وقاموا مسمينه يو نوت. يو نوت ده المين؟ ده الأفريج، ده المتوسط، ده المتوسط. يبقى أنا بقى لما أجي أحسب البريشر أقول نص السرعة المتوسطة تربيع في الكثافة؟ لا، طب ما في أماكن بيزيد وفي أماكن إيه؟ اماكن بتقل. في ده بيسموه التاثير الديناميكي، تاثير الديناميكي لايه، للسرعه بتاعه الرياح. يعني في تاثير عاصفي، ما هياش حاجه ثابته، مش ميه ماشيه كده بسلاسه كده وماشيه بسرعه ساكنه، سرعه ستيدي يعني ثابته، لا ده العمليه ايه، ملخبطه. فيعملوا ايه، حسبوا المين اللي هو الايه المتوسط، فيقول لك نص مثلا الرو في اليو نوت تربيع. طيب ده ايه؟ ده طاقة الحركة لو الهواء ده ماشي بسرعة ايه ثابتة، حاجة كده ايه ما بتتغيرش، لكن السرعة ايه
وزي ما انت شفت الوضع ايه مختلف كده. طبعا انا لو جيت اشوف الرياح بالنسبه لسطح الارض هتلاقي ده التوزيع بتاع سرعه الرياح تحت على الارض، لان الارض ساكنه فالهواء بياخد سرعه الارض فبيبتدي بسرعه زيرو. او بمعنى تاني لو انت طلعت فوق خالص بعيد المفروض تلاقي سرعه الرياح، يعني لو طلعت كيلو او 2 كيلو هتلاقي السرعه ثابته، كل ما تطلع السرعه ما بتتغيرش، لكن المسافه في مسافه ما بينك وما بين الارض لازم السرعه تبدا تتغير من القيمه اللي هي الكونستانت توصل للزيرو اللي هي ان الارض ما بتتحركش. ففي منطقه بيسموها الباوندري لاير، في لاير السرعه لازم تتغير فيها من الزيرو للقيمه الايه الثابته. لكن الشكل ده على بعضيه ايا كان بقى بيبتدي من صفر وبيزيد وبعد كده يمشي كونستانت، لو مسكت اي نقطه هنا هتلاقي النقطه دي نفسها ايه عندها القيمه واخده الشكل دوت. فانا جبت السرعه الايه المتوسطه وضربتها في نص في الرو، دي اللي هي طاقه الحركه. طبعا احنا قلنا بنقيس الرياح فين، على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 10 متر. يعني انا ما بقيسش تحت على الارض او ما عنديش بيان عن ال 10 متر اللي تحت، فبيعملوا ايه؟ يقيسوا عند 10 متر ويقوم منزل الخط ده ايه؟ ينزل الخط ده رأسي، ويعتبر ان من 10 متر لغايه تحت سرعه الرياح ثابته بالقيمه اللي هي فين؟ عند ال 10 متر. ولذلك في الكود يقول لك ال 10 متر الاولانيين لهم ايه؟ لهم ويند بريشر او لهم كوفيشنت، وبعدين ال 10 التانيين، ليه ال 10 التانيين؟ ليه بيغير كل 10؟ لان زي ما انت شايف المنحنى ايه؟ بيزيد، فكل شويه كانه بيقرب المنحنى، بيقربوا لايه؟ بيدرجوا كده، كل 10 متر في قيمه، كل 10 متر في قيمه، كل 10 متر في قيمه، لان الويند مش ثابت مع الارتفاع، لكن تحت كنت انت هتقول طب ما يوصلوا للصفر، لا، هو خد ال 10 التحتانيين بالقيمه اللي قاسها فين؟ عند الايه؟ الجهاز، لكن بدا يزود ايه؟ وانت طالع كده ايه؟ يزود. طبعا هم عملوا معادلات للكيرف وممكن تعوض في المعادله وتطلع، لكن ريحونا في الاخر وقال لك والله احنا كل 10 متر هنديك ايه معامل يكبر الويند عن ال 10 اللي قبليه وكده يعني. فبداوا يعملوا ايه عشان يجيبوا بقى ايه الويند بريشر في الاخر، اخذوا الجزء دوت اللي هو مثلا نص الرو في اليونت تربيع، قال لك ده لوحده كده مش كفايه. ليه؟ قال لي الويند بيتغير مع الارتفاع، الويند بيتغير مع الارتفاع، فكان لازم يضرب الايه يضرب المعادله ديت في معامل يغير الويند مع ايه مع الارتفاع. فقام عامل معامل اسمه سي اي، سي كونستانت واي يعني اكسبوجر، يعني بيسموه معامل التعرض او تغير الويند مع ايه مع الارتفاع. كل لما تطلع يبقى المعامل ده قيمته هتلاقيها في الكود بتزيد كل 10 متر، هتلاقي العشرة الأولانيين بواحد، العشرة التانيين بواحد واحد من عشرة، بعدين واحد واثنين، واحد وثلاثة، أو واحد وخمسة، واحد وسبعة، كل ما تطلع إيه؟ القيمة إيه؟ بتزيد. ده نمرة واحد. طيب نمرة اثنين، قال لك أنت دلوقتي لما ضربت في المعادلة واخد السرعة المتوسطة، واخد السرعة المين اللي هي اليو نوت الأفريج، طب والتغير اللي عمال يزيد ويطلع ده فين؟ التأثير الديناميكي ده فين؟ فقام ضارب في معامل تاني اسمه سي اي جي. سي جي ده اللي هو التأثير العاصفي او الديناميكي للرياح، فلازم الزيادات والنقص او التغير في القيمة بتاعت اليو لازم يتاخد في الايه؟ في الاعتبار. ايه تاني اخده في الاعتبار؟ وجدوا انك لو عندك سي مثلا منشأ على شكل اسطوانة، وبعدين الويند جاي زي الميه كده، الويند جاي كده، فالويند طبعا وهو جاي بيلاقي فيه حاجه بتصده، هيعمل ايه؟ يقف، الميه هتقف؟ لا، الميه بتبدا تعمل ايه؟ تلف وتعدي وتكمل المسار بتاعها من حوالين الايه؟ من حوالين يعني في جزء بيصد والباقي بيتحرك ويلف ويكمل الايه؟ الطريق بتاعه كده. فقالوا ايه؟ اذا في ناحيه انت بتضغط وفي الناحيه الثانيه انت تحس ان انت بتسحب، يعني كان حاجه بتشدك، ففي بريشر وفي ايه وفي ساكشن الناحيه الثانيه. فقالوا طيب اذا الويند في المواجهه بتاع المبنى مختلف عن الويند في المؤخره بتاعه المبنى، يبقى انا لما يبقى عندي مبنى بالشكل دوت
مش هينفع احط ويند في المواجهه بس، لا ده لازم يبقى فيه ساكشن فين في نفس الوقت، يبقى فيه ساكشن فين في الخلف، وساعات بيبقى فيه في الاجناب هنا برضو، ليه؟ لان ممكن وكان فيه سحب برضو في الاجناب. فطبعا هم لما حاولوا يرسموا توزيع الويند مع في المسقط الافقي للمبنى، فلقوا ايه؟ لقوا حاجه غريبه، لقوا مثلا ان بيبقى فيه شكل التوزيع واخد الجزء ده عباره عن ايه؟ ضغط بريشر، يعني هنا البريشر عالي بس واخد ايه؟ مسافه ايه صغيره. طب ايه اللي بيحصل بقى في بقيه اللفه في بقيه المحيط؟ بتلاقيه ساكشن، ومن اول هنا كده بيجي الساكشن بالشكل ده كده كبير هنا شويه كده، وبعدين يمشي ثابت في بقيه الايه الدايره. كل ده بقى، كل اللي ورا ده او يعني دول بس اللي هما كومبريشن، الباقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ساكشن. لكن احنا متعودين عشان نبسط، كنا بنيجي نعمل نقول ايه باجي انا اخد الاسقاط بتاع الاسطوانه، واعتبر لو الاسطوانه ده عرضها دي، فبرسم مستطيل كده ارتفاعه وارتفاع المبنى وعرضه وعرض دي، وبعتبر الاريا المسقطه عليها كومبريشن من ناحيه وعليها ايه ساكشن من الناحيه الثانيه. لكن ده مش صح، الصح الرسم اللي انا رسمته. لكن للتبسيط هنرسم مستطيل اللي هو اسقاط الاسطوانه، ونعمل على الاريا بريشر وساكشن. فالمهم في بريشر وفي ساكشن. اذا توزيع الرياح بيعتمد على المسقط الافقي المين للمبنى، فقاموا ضاربين كمان في معامل اسمه ايه مش فاكر، يا سي بي يا سي بي اعتقد. فالمعامل السي بي دوت بياخذ في اعتباره تغير الويند على الايه على المسقط الافقي. واحنا كنا متعودين زمان ان احنا لو عندنا مبنى عادي كده كان المعامل ده بيبقى 8 من 10 في الناحيه اللي فيها كومبريشن، ونص فين في الناحيه اللي فيها ايه في الناحيه اللي فيها ايه ساكشن. يبقى ولو واحد عاوز يجمعهم الاثنين على بعض ويعمل قوه واحده، لان القوتين في نفس الايه في نفس الاتجاه، فيبقى 8 من 10 ونص مجموعهم كام؟ 1.3 من 10. يعني يشيل المعامل ده، يعني كان يحط قوس ويضرب نص زائد 8 من 10، او يشيله ويحط مكانه كام؟ 1.3 ايه من 10. يبقى الجزء الاولاني ده لو الهواء ماشي كده بسرعه ستيدي ومفيش بقى ايه تغير، ومفيش تغير مع الارتفاع، لكن عشان اخد التاثيرات المختلفه فضربت في سي اي سي جي سي بي، ودي نظريه في الويند سموها ايه بقى المسمى بتاعها بيقولوا عليها الديتيلد، عشان اما تبحثوا عنها سي ابروتش، لان في نظريات تانية وطرق تانية للحساب مختلفه عن النظريه ديت، لكن النظريه دي عشان فيها سي اي وسي جي وسي بي فسموها باسم الايه الكونستانتس اللي هي السي، فسموها الديتيلد سي اي ابروتش، الديتيلد سي ابروتش. فلازم اكون عارف السي اي وعارف السي جي وعارف الايه السي بي. هيقابلني طبعا، انا عارف الكثافه بتاعت الهواء دي معلومه رقم محفوظ بس رقم صغير، اعتقد مثلا 625 من 10000 مثلا، يعني حاجه خفيفه بسيطه كده، وده شيء منطقي ان الهواء خفيف وكده. لكن السرعه بقى دي هتعتمد على ايه؟ سرعه الهواء هتعتمد على ايه؟ على المكان. انا طبعا لو في اي مكان مركب جهاز فالجهاز هيقيس حاجه متغيره، باخد الافريج، فالافريج ده اسمه يونت. القيمه اللي هي اليونت دي هتعتمد على المكان اللي انت بتنفس فيه المبنى. لو انت مثلا في وسط في مدينه في وسط مباني، غير ما تكون على الساحل، غير ما تكون في قريه، غير ما تكون في منطقه جبليه، غير ما يكون انت مثلا في منطقه من الارض مرتفعه، يعني ممكن يكون مثلا ديت الارض وانت جيت هنا مثلا في مكان مرتفع وبنيت المبنى هنا فالرياح كان ماشي واخد الشكل دوت، دي كده سرعه الرياح. تخيل الرياح ده كانه ميه، والميه ديت ماشيه فعند الارض تحت السرعه بزيرو، وبتزيد تزيد تزيد لغايه ما تبقى ثابته بعد شويه. لكن ده الشكل بتاع سرعه الرياح مع ايه؟ لو دي الارض اللي انت بتنفس فيها، وده طالع ماشي مكمل سي لما لا نهايه مثلا. طيب اول بقى ما الشكل ده يجي يصطدم بالمنطقه العاليه اللي انت عامل فيها المبنى، ايه اللي هيحصل؟ الديستريبيوشن ده يحصل له ايه؟ هيبدا يتغير، ويبدا في جزء منه هنا يبقى بصفر، لكن الديستريبيوشن ممكن يبقى مختلف عن المعادله تتغير بتاع الشكل. كل الحاجات دي بتتاخد فين؟ بتتاخد في الاعتبار. فيقول لك انت قست سرعه الويند فين؟ قستها على الساحل
جنب الميه، الهواء جاي من على سطح الميه، فما فيش حاجه مضايقاه، ماشي على سطح ناعم، ولا استها مثلا، ولا انت بتبني في مكان تاني الارض خشنه وفيها مثلا تجاعيد مثلا، فيقول لك إيه؟ عندي كذا مسمى لسرعه الرياح، يقول لك مثلا عندي البيزك، مثلا عندي حاجه اسمها البيزنج ويند سبيد، بس هنختصر الويند بدبليو، البيزك ويند سبيد، وعندي حاجه اسمها السايت ويند سبيد، وعندي حاجه ثالثه اسمها الديزاين ويند سبيد، وعندي حاجه رابعه اسمها الافكتيف ويند سبيد. طب كل المسميات دي لها معاني، لها معاني. البيزك دي ممكن تكون انا مركب الجهاز في منطقه مثاليه، لكن انا في السايت الوضع مختلف، فممكن اغير الشكل ده، الديستريبيوشن دوت بتاع الويند يتضرب في معامل يغيره بسبب ايه؟ انك بتنقل من مكان لايه؟ بتنقل من مكان لمكان، وهكذا. في كل المسميات دي هتبقى طرقا للايه؟ للكود. ممكن تروح في كود تاني تلاقي مسميات تانيه، لكن لازم تقرا وتعرف معنى، لانه دلوقتي هيسالني عن السرعه بتاع الويند، بس يا ترى هيقول لي البيزك ولا يقول لي السايت ولا يقول لي الديزاين ولا يقول لي الافكتيف؟ هيسالني عن مين فيهم؟ والاربعه غير بعض، والاربعه بيجوا عن طريق بعض. ممكن تلاقي واحد مضروب في معامل يصغره او يكبره، فما ينفعش تحط واحد مكان الايه؟ مكان الثاني وكده يعني. نحاول كده نجاوب على الايه؟ على الاسئله. طبعا السؤال الاولاني بيقول لي الويند دايركشن انجل، الانجل بتاع الرياح. انا دلوقتي مسمي الويند دبليو اكس، يبقى في اتجاه مين؟ اكس، يبقى الزاويه بتاعتي بكام؟ بزيرو. طب لما اجي اعمل دبليو واي، ايه اللي هيتغير من اكس عن واي؟ الزاويه هتبقى بكام؟ ب 90. طيب لو انا عاوز اخد دبليو اكس اللي بالسالب، فكنت اعمل ايه؟ يا اما اروح اعمله في المعادله بالسالب وما اعملش حاجه هنا، او يدخل هنا تبقى الزاويه بكام؟ 180 درجه مثلا، صح؟ ولو دبليو واي بالسالب يبقى الزاويه كام؟ 270. طب لو انا عاوز بقى اعمل 360 حاله تحميل للويند، كل درجه حاله، اعمل ايه في الزاويه؟ اعمل العمل ده كم مره؟ 360، او الدبليو 1 دبليو 2 لغايه دبليو 360، في كل مره بغير مين؟ بغير الزاويه فقط، درجه 2 3 4 وهكذا، واضح؟ طيب يبقى الزاويه بكام؟ الزاويه بزيرو. في الدبليو واي هتبقى ب 90، بس يعني اعمل علامه واكتب مع دبليو واي تبقى ب 90. بعد كده بيقول لي ايه؟ الويند كوفيشنت، الويند وورد، الويند وورد اللي هو الايه؟ البريشر، واللي وورد اللي هي تحت اللي هو الايه؟ السكشن، اللي هو في 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 في, في مواجهه المبنى وفي مؤخره الايه؟ المبنى. هو اوريدي حاطط القيم بكام؟ 8 من 10 وكام؟ ونص، لكن طبقا للكود ممكن تلاقي فيه كودز ثانيه بتغير القيم ديت، فانت مرتبط بالايه؟ بالكود. 8 من 10 ونص، خلاص اوكي. طيب تعال بقى نشوف تحت، هنا بقى تحت بدا يدخل على مين تحت؟ اقرا كده السؤال اللي تحت. طيب السؤالين دول كان يخصوا انه كوفيشنت في الايه؟ في المجموعه اللي احنا قلناها دي، انه واحد في ال، احنا قلنا سي 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 اي وسي جي وسي بي. طبعا الاثنين اللي فوق دول هو مسميهم سي كيو اللي هي مكان السي بي، خلاص ده في البلان. طيب اللي تحت اقرا بقى السؤال اللي تحت او العنوان اللي تحت بيقول ايه؟ الهايت. يبقى تغير الويند مع مين؟ تغير الويند مع الايه؟ مع الارتفاع. فطبعا هو بيسالني الويند هيأثر منين لفين؟ ممكن يبقى عندي بدروم، فالبدروم فين؟ تحت الارض، مفيش عليه ويند، لان الويند مثلا من فوق سطح الارض. فلو عندي بدروم يبقى ما ينفعش اقول الويند من البيس لاخر دور، صح؟ يبقى اقول في الحاله دي منين؟ من الدور الاولاني لاخر ايه؟ لاخر دور. لكن انا ما عنديش بدروم، فيبقى الويند عندي منين؟ من تحت الايه؟ لغايه فوق. طيب في سؤال بعد كده، يعني انا هحاول ارسم المبنى، لو ده المبنى مثلا ودي الاساسات وعندي هنا بدروم مثلا، فده بدروم، فطبعا لما عندي بدروم بيبقى الويند ده ايه؟ ده المجال بتاعه من الدور الارضي لغايه فوق. طيب ساعات بيبقى عندي بقى في سور على المبنى من فوق، سور فوق كده موجود، السور دوت، السور ده بنقول عليه بارابيت. البي خفيفه ولا تقيله؟
بارابيت ده معناه اللي هو الكاميرا المقلوبه اللي هي الذروه اللي هي السور اللي بقى فين؟ فوق على السطح فوق، لان انت في الاخر لازم تعمل سور، مش هينفع تسيب السطح كده مفتوح. لكن السور ده غالبا مثلا ممكن واحد يقول لك احنا يعني هنعمل سور متر، كفايه متر. لكن في مباني ومنشآت بيجوا على السطح بتاعها تبقى ابراج عاليه، بيكون حاطط التشيلرز اللي هي المبردات بتاعت المكيفات، حاطط المكن، حاطط خزانات ميه، فممكن يعمل ايه بارابت بارتفاع 6 متر عشان يداري الايه الاشياء دي ويعمل شكل للمبنى، فيبقى عنده 6 متر متعرضين للهواء.